بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ أحمد بوخو، الثانوية الإعدادية من خلدون، أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة الساقية الحمراء، جهة العيون الساقية الحمراء. إذن طبعا غادي نبدأ معكم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات. غادي نبدأ سلسلة من الدروس ديال الكهرباء. هذا الدرس يتمحور حول أخطار التيار الكهربائي. طبعا غادي نبداو اولا بالاهداف التعلميه. طبعا الهدف الاول هو التعرف على الاعطاب التي تصيب الداره الكهربائيه، ثم كيفيه الكشف من هذه الاعطاب ديال التيار الكهربائي، ثم تعرفوا الهدف الثاني هو التعرف على الاخطار ديال التيار الكهربائي وكيفيه الوقايه منها. إذن غادي نبداو على بركة الله طبعا بالوضعية التمهيدية. إذن الوضعية التمهيدية، طبعا في التركيب المنزلي يؤدي التقاء سلكين عاريين إلى حدوث شرارة كهربائية وإتلاف أجهزة كهربائية. كيف يحدث العطب الكهربائي وكيف يتم الوقاية منها؟ إذن باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا، طبعا غادي نبداو أولا نشاط تجريبي. فطبعا غادي نجز واحد الدارة كهربائية تتكون من المولد، ثم مصباح، قاطع تيار، وأسلاك توصيل، يعني ما يسمى بالدارة البسيطة. إذن نشوفوا هاد التبيانة. طبعا هنا التبيانة لدارة كهربائية أو تنجز منها دارة كهربائية، لكن في بعض الأحيان نتفاجأ عندما ننجز دارة كهربائية بعدم إضاءة المصباح. ففي هذه الحالة طبعا نقول بأن هناك عطب كهربائي، لكن السؤال ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث عطب الكهربائي؟ هناك عدة أسباب، طبعا هناك عدة فرضيات يمكن تطرحوها. منها أولا السبب الأول يمكن يكون من المصباح، السبب الثاني يمكن يكون مثلا من قاطع التيار، السبب الثالث يمكن يكون من الأسلاك ديال التوصيل، والسبب الرابع يمكن يكون من المولد، يعني جميع العناصر المكونة للدارة الكهربائية البسيطة. إذن في هذه الحالة نقول بأن هناك عطب كهربائي، هناك عطب كهربائي، لكن السؤال ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذا العطب الكهربائي؟ طبعا غادي نشوفوا الطريقة ديال الكشف عن الأعطاب في الدارة الكهربائية. إذن غادي ناخذ واحد الجدول. إذن قبل الجدول غادي نكتبوا أول ملاحظة، نلاحظ عدم إضاءة المصباح مما يدل على وجود عطب في الدارة الكهربائية، وفيما يلي الأسباب التي يمكن أن ينتج عنها هذا العطب الكهربائي. إذن فهاد الأسباب هادو غادي ناخذهم طبعا على شكل جدول، فواحد الجدول، هاد الجدول اللي تيتضمن عنصر الدارة الكهربائية. طبعا العناصر فهي أربعة، كاين طبعا المصباح، كاين العمود، كاين قاطع تيار، وكاين أسلاك التوصيل. نوع العطب الكهربائي، ثم كيفية التحقق من هذه الأعطاب الكهربائية. إذا نبدأ أولا بالمصباح. طبعا السبب الأول يمكن يكون مثلا من المصباح. شنو هو هذا العطب اللي يمكن يصيب المصباح؟ تكون في بعض الأحيان تقطع في السلسلة الموصلية للمصباح. تعرفوا بأن المصباح بداخله واحد سلسلة من الأسلاك، كاين ساقان معديان وكاين واحد سليك على شكل حلزوني. إذا في غالب الأحيان تكون التقطع في هذا السلك، هذا ما يؤدي إلى طبعا عطب في هذا المصباح. إذا كيفية التحقق منه؟ طبعا للتحقق من هذا المصباح نستعمل مصباحا كاشفا. شنو هو المصباح الكاشف؟ هو مصباح الذي ثبت يعني سلامته، يتم في هذه الحالة طبعا نستبدل المصباح المتلف أو اللي فيه عطب كهربائي بمصباح كاشف. إذا نشوفوا طبعا العمود الأول. إذا فالعطب هو خلل بالسلسلة الموصلة للمصباح. كيفية التحقق منه هو استعمال مصباح شاهد. ننتقل الآن إلى العمود. فالعمود طبعا العطب يمكن يكون من العمود الكهربائي، كيف ذلك؟ طبعا استهلاك العمود، فمثلا إذا كان العمود قد يستهلك من طبيعة الحال فالمصباح في هذه الحالة لا يضيء. وكيف يتم الكشف عنه؟ هنا تنستعمل مصباح شاهد، يعني أننا تنربط المصباح الشاهد مع العمود. طبعا إذا كان هذاك المصباح الشاهد يضيء، إذا في هذه الحالة فالعمود في حالة جيدة. إذا حدث العكس يعني أن العمود قد يستهلك.
أو استعمال جهاز فولت متر. جهاز فولت متر فهو جهاز لقياس التوتر. طبعا كيف يتم التأكد مثلا من وجود عطب؟ فمثلا تلاحظ بأن المؤشر ديال الجهاز تيوقف في الصفر، هذا دليل على أن العمود قد استهلك، وإلا كان العكس يعني أن العمود لم يتم استهلاكه. بالنسبة لقاطع تيار، قاطع تيار طبعا يمكن يكون العطب من قاطع تيار، سوء استعمال قاطع تيار، عوض مثلا نغلقوه تنفتحوه أو لا. إذا في هذه الحالة طبعا فما غاديش يكون عندنا الإضاءة ديال المصباح. وطبعا كيف التحقق منه؟ هو نتأكدوا من أن هذا قاطع تيار مقفل. إذا العمود الثالث، سوء استعمال قاطع تيار، تأكد من أنه مقفل. يمكن يكون العطب الكهربائي من الأسلاك، كيف ذلك؟ الأسلاك يمكن يكون تقطع مثلا في أحد الأسلاك أو عدم إيصاله، يعني أن ما تمش الربط دياله بكيفية جيدة مع أحد الثنائيات قطب المكونة للدارة الكهربائية. إذن في هذه الحالة يمكن يوقع مثلا، يمكن نلاحظ بأن المصباح لا يضيء. إذن فنتقطع أو عدم وجود تماس، تأكد من عدم وجود تقطع في الدارة الكهربائية. إذا الآن تعرفنا على الأعطاب اللي يمكن تصيب الدارة الكهربائية. من الأعطاب التي تصيب الدارة الكهربائية ما يسمى بالدارة القصيرة. تعرفوا بأن الدارة القصيرة تنتج مثلا عن تلاقي سلكين عاريين. عندما تلتقي سلكين عاريين مثلا في التركيب المنزلي، فهنا تلاحظوا بأنه تتحدث واحد شرارة كهربائية يمكن تؤدي إلى إتلاف الجهاز الكهربائي. ما هي الدارة القصيرة؟ أشنا هي الخطورة ديال هذه الدارة القصيرة؟ ثم كيف يتم الوقاية من الدارة القصيرة؟ إذا غادي نبدأ أولا نشوف كيف تحدث هذه الدارة القصيرة. غادي نأخذ دارة كهربائية تحتوي على مصباحين مركبين على التوالي. سبق لنا شفنا هذا النوع من التركيب. طبعا عندما يتم وضع مصباحين مركبين على التوالي فالإضاءة تكون ضعيفة، تكون ضعيفة. الآن سوف يتم تقصير أحد المصباحين. شنو تعني التقصير ديال أحد المصباحين؟ يعني ربط مربطي المصباح بسلك موصل. إذا غادي نربط مثلا المصباح L1 بسلك موصل، وغادي نشوفوا ماذا سيحدث في هذه الحالة. إذا نمروا للنشاط التجريبي. فالنشاط التجريبي هو هذا، تلاحظوا بأن عندنا طبعا دارة تحتوي على مصباحين مركبين على التوالي. فتم تقصير أحد المصباحين، لاحظوا معي هذا المصباح نسميه مثلا مصباح L1، ربطنا مربطين ديالو بسلك موصل. إذا في هذه الحالة عندما يتم ربط مربطي المصباح مثلا L1 بسلك موصل، شنو تلاحظوا؟ تلاحظوا عدم إضاءة هذا المصباح، ثم تلاحظوا ازدياد في الإضاءة، في شدة الإضاءة ديال المصباح الثاني، المصباح الثاني. إذا في هذه الحالة نقول بأننا قصرنا الدارة الكهربائية. إذا قصرنا الدارة الكهربائية. وطبعا غادي نفسروا هذه الملاحظات اللي تم وضعها من خلال هذا النشاط التجريبي. إذا غادي نمشيو لوضع تيبيانا لهذه الدارة الكهربائية. تلاحظوا معي إذا نفس التيبيانا، ولكن تم تقصير المصباح L1، يعني أننا ربطنا المربطين ديالو بسلك موصل. في هذه الحالة تلاحظوا عدم إضاءة هذا المصباح الذي تم تقصيره، وازدياد في إضاءة أو شدة إضاءة المصباح الثاني. كيف تفسرون ذلك؟ لماذا؟ طبعا هنا تلاحظ بأن التيار الكهربائي دائما في الدارة الكهربائية يمر من القطب الموجب نحو القطب السالب، ولكن عندما يصل إلى هذه العقدة، هنا تلاحظ عندنا عقدة كهربائية تلتقي فيها ثلاثة أسلاك. إذا في هذه العقدة شنو تيوقع؟ التيار الكهربائي طبعا هنا كاين مقاومة ديال المصباح. إذا التيار الكهربائي تيمر فقط في السلك الموصل. لماذا؟ لأن مقاومة السلك الموصل تساوي صفر، بينما هنا تيجابه بمقاومة ديال المصباح، وبالتالي التيار الكهربائي كله يمر في السلك الموصل. ثم أنه هنا تلاحظ بأن من تنقصروا الدارة الكهربائية شنو تيوقع؟ تتزاد شدة التيار الكهربائي. هذا الشيء علاش تلاحظوا بأن الإضاءة ديال المصباح يعني تزداد في هذه الحالة. إذا نمروا للملاحظة، نلاحظ عدم توهج المصباح L1 وازدياد إضاءة المصباح L2، مما يدل على أن جزءاً كبيراً من التيار الكهربائي الذي ينتجه الموليد يمر في سلك الربط المضاف عوض أن يمر في المصباح.
نقول أننا قصرنا الدار الكهربائية أو أن المصباح حدث له دار قصيرة. إذن فتعرفنا من خلال هذا النشاط التجريبي على ما يسمى بالدار القصيرة. لكن سؤال، ما هي خطورة هذه الدار القصيرة؟ شنو هي الخطورة ديال الدار القصيرة؟ فغادي نشوفوا الخطورة ديال الدار القصيرة من خلال طبعا واحد نشاط تجريبي. إذن أختار الدار القصيرة، أولا نشاط تجريبي. إذن ننجز دار مكونة من مولد ومصباح وأسلاك التوصيل وقطعة رقيقة من صوف الحديد. إذن هنا هذه دار بسيطة فيها مصباح مولد للتيار الكهربائي المستمر، طبعا أسلاك التوصيل، ولكن ضفنا صوف الحديد. وتعرفوا بأن صوف الحديد فهو من الموصلات ديال التيار الكهربائي. شنو غادي نعملوا باش نبينوا الخطوره ديال الدار القصيره؟ سوف يتم تقصير هذه الداره. شنو هو التقصير؟ يعني اننا غادي نربطوا المربطين ديال هذا المصباح بسلك موصل. ماذا يحدث عندما يتم تقصير هذا المصباح؟ اذا غادي نشوفوا طبعا من خلال النشاط التجريبي. لاحظوا معي هذه التجربه. اذا هنا عندنا داره كهربائيه تحتوي على طبعا مولد التيار، ثم قاطع تيار، مصباح، وهنا تلاحظوا صوف الحديد اللي هو مركب على التوالي مع المصباح. من بعد شنو عملنا؟ قصرنا الدار الكهربائي، قصرنا المصباح الواحد، يعني ربطنا المربطين ديال المصباح الواحد بسلك موصل. فبمجرد انه يتم ربط المربطين ديال المصباح المصباح طبعا بسلك موصل، تلاحظوا احتراق صوف الحديد. يعني تلاحظوا بان صوف الحديد يحترق. لكن السؤال، لماذا؟ طبعا عندما يتم تقصير الدارة الكهربائية شنو تيوقع؟ تتزاد شدة التيار الكهربائي في الدارة، وبالتالي ينتج عنه ارتفاع درجة حرارة الأسلاك. هذا الارتفاع في درجة الحرارة هو الذي أدى إلى احتراق ما يسمى بصوف الحديد. طبعا هذا الصوف الذي يحترق يعني تتفتح الدارة الكهربائية، وبالتالي تنقطع التيار الكهربائي. إذا فالدارة القصيرة يمكن تسبب نشوب حريق التراكيب الكهربائيه. ولكن من بعد غادي نشوفوا كيفاش تتم الوقايه من هاد الدارات القصيره. اذا نرجعوا نضعوا تيبيانا للدارة الكهربائيه. تلاحظوا بعد تقصير الدارة الكهربائيه هنا تيبيانا، بعد التقصير شنو تيوقع؟ اذا فتلاحظوا احتراق صوف الحديد، وبالتالي تتفتح الدارة الكهربائيه. اذا ملاحظه واستنتاج، بعد تقصير الدارة الكهربائيه يحترق صوف الحديد فتفتح الدارة الكهربائية. طبعا كيفاش نحميو هذه الدارة القصيرة؟ بما ان الدارة القصيرة تحدث غالبا مثلا في التركيب الكهربائي ومنها التركيب الكهربائي المنزلي، اذا كيفاش تتم الوقاية من الدارة القصيرة؟ في هذه الحالة نستعمل ما يسمى بالصهيرة. والصهيرة عبارة عن سليك من مادة الرصاص، هذه المادة التي تنصهر عندما ترتفع درجة حرارتها. وبالتالي كيفاش تركب هذه الصهيرة؟ طبعا الصهيرة يتم دائما تركيبها على التوالي، يعني جانبا إلى جانب مع الأجهزة الكهربائية. ويرمز للصهيرة بهذا الرمز كما تلاحظون. إذن هذا هو الرمز ديال الصهيرة. إذا فغالبا التركيب الكهربائي المنزلي، إلا مثلا لاحظتم التركيب الكهربائي المنزلي تتكون واحد العلبة فيها واحد المجموعة من هذه الصهيرات اللي طبعا تتحمي الدارة الكهربائية والتركيب المنزلي من حدوث ما يسمى بالدارة القصيرة. بالإضافة إلى الصهيرة طبعا هناك ما يسمى بالفاصل، فالفاصل تعرفوا بأنه من الأجهزة ديال الوقاية أو ديال السلامة التي تقينا من هذه الأعطاب الكهربائية التي تصيب أحيانا الدارة الكهربائية المنزلية. إذا نشوفوا بعض النماذج من هذه الصهيرات. فهنا تلاحظوا طبعا صور لمختلف الصهيرات. فلاحظوا معي هذه الصهيرة، إذا ففيها واحد سلك موصل، هذا السلك الموصل من مادة الرصاص الذي ينصهر عندما تحدث دارة قصيرة. هذا تنجده مثلا في الأجهزة الكهربائية. كاين مثلا هذه الصهيرة هذه اللي تنجدها في التركيب المنزلي، واحد المجموعة طبعا لتتحمي الأجهزة من الإتلاف. كاين هذه الصهيرة مثلا يمكن نجدوها أحيانا مثلا في
حماية العداد الكهربائي يعني المقنة، فدائما تيكون عندها واحد الصهيرة اللي تتحميها من الإتلاف وتتكون على هذا الشكل. كاين هاد الصهيرات هادو ديال السيارة اللي تنوجدوهم، لأن تعرفوا بأن التركيب الكهربائي المنزل التركيب الكهربائي للسيارة فهو تركيب على التوازي، وبالتالي لحماية طبعا المصابيح أو الأجهزة يتم استعمال الصهيرة. كما هناك أنواع أخرى مختلفة من الصهيرة. إذن تعرفنا على طبعا الدارة القصيرة، خطورة ديالها، وكيفاش تتم الوقاية من الدارة القصيرة. إذن تتعرفوا بأن هذه التيار الكهربائي تشكل واحد الخطر، وسوف نتعرف على أخطار هذا التيار الكهربائي. وكما تعرفتم سابقا طبعا في السنوات السابقة الأخطار ديال التيار الكهربائي، لكن اللي تهمنا بالخصوص هو كيفية الوقاية من هذه الأخطار، لأن هذه أشياء اللي تنعيشها، إذن خاصنا نكونوا عارفين كيفاش تتم الوقاية من هذه الأخطار. إذن ما هي الأخطار التي يسببها التيار الكهربائي؟ طبعا هناك عدة أخطار اللي غادي نتعرفوا عليها. فمن بين هذه الأخطار أولا إتلاف الأجهزة الكهربائية. تتعرفوا بأن التيار الكهربائي يؤدي إلى إتلاف الأجهزة الكهربائية. حدوث مثلا عطب كهربائي في الدارة المنزلية يمكن يؤدي إلى إتلاف الأجهزة المنزلية، أو إتلاف الأجهزة في مجالات أخرى. ثم هناك ما يسمى بالصعق الكهربائي. هنا الصعق الكهربائي، فشنو تنعني بالصعق الكهربائي؟ الصعق الكهربائي هو مرور التيار الكهربائي في جسم الإنسان. تعرفوا بأن جسم الإنسان كما شفنا سابقا في الموصلة والعوازل، أن جسم الإنسان فهو موصل للتيار الكهربائي، وبالتالي فبما أنه موصل للتيار الكهربائي، إذن هذا مرور التيار الكهربائي يسبب الصعق. شنو تنعني بالصعق؟ يعني يمكن يؤدي إلى حروق في الجسم، يمكن يؤدي إلى تشويه أو إحداث مثلا حدوث تشوهات في الجسم، يمكن يؤدي إلى غيبوبة، يمكن يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت حسب طبعا التوتر ديال هذا التيار أو لا شدة التيار الكهربائي. لكن السؤال، متى يكون التيار الكهربائي خطيرا، خاصة مثلا التيار الكهربائي خطيرا على الجسم؟ طبعا غادي نتكلموا على التوتر الكهربائي وغادي نتكلموا على شدة التيار. بالنسبة للتوتر الكهربائي تتعرفوا بأن التيار الكهربائي يكون خطيرا عندما تتجاوز توتره 12 فولت بالنسبة لشخص يعني متصل بالماء، المكان الذي يتوجد فيه الماء. إذا كل ما تجاوز التوتر 12 فولت إلا ويكون خطيرا على الجسم. ثم 24 فولت، الحالة الثانية هي 24 فولت في الأماكن الرطبة، أماكن مثلا اللي فيها رطوبة، كل ما تجاوز التوتر 24 فولت إلا وتكون خطير على جسم الإنسان. أما في المناطق الجافة فعندما يتجاوز توتره 50 فولت. هذا بالنسبة للتوتر. بالنسبة لشدة التيار، طبعا شدة التيار شدة التيار إذا تكون خطيرة على جسم الإنسان عندما تتجاوز شدته 24 ميلي أمبير، أي 0.24 أمبير فقط. الآن طبعا تعرفنا على الأخطار يسبب التيار الكهربائي أخطارا عديدة، أهمها الصعق الكهربائي، الحرائق، إتلاف الأجهزة الكهربائية. لكن السؤال، كيف يتم الوقاية من هذه الأخطار؟ هذا هو اللي تهمنا أكثر في هذا سميتو. إذن فهناك مجموعة من الاحتياطات اللي خصنا نتخذها. أولا عدم لمس سلك عاري. سلك عاري في حالة مثلا وجود سلك عاري ما خصناش نلمسه، لأن لمس السلك العاري يمكن يسبب ما يسمى بالصعق الكهربائي. ثم الاحتياط الثاني عدم فتح جهاز كهربائي متصل بالكهرباء. قبل ما نفتح أي جهاز كهربائي خصنا نفصله على المأخذ ديال التيار، لأن هذا غادي يجنبنا ما يسمى بالصعق الكهربائي ولا إتلاف الجهاز نفسه. ثم ما خصناش مثلا نربطوا الأجهزة الكهربائية في مأخذ واحد، وهذا الشيء اللي تيوقع مثلا في المنزل غالبا ما يتم ربط مثلا جهاز التلفاز، الأجهزة المستقبلة، الشاحن الكهربائي إلى غير ذلك بمأخذ واحد، وهذا طبعا فيه خطورة
حيث يمكن يسبب نشوب حريق داخل المنزل. ثم تأكد من أن توتر مثلا اشتغال الجهاز يلائم توتر المولد. طبعا هذا مهم جدا بالنسبة للجهاز الكهربائي. الاحتياط الموالي هو ربط الأجهزة الكهربائية بالمربط الأرضي أو ما نسميه بلاتير، يعني ميزة لاتير. هذا المربط الأرضي عنده دور مهم جدا في الوقاية سواء من الصعق الكهربائي أو طبعا خاصة الصعق الكهربائي. وبالتالي طبعا هناك احتياطات أخرى، عدم تسلق مثلا الأعمدة الكهربائية، ثم عدم إحداث ثقب مثلا في حائط اللي فيه الأسلاك الكهربائية، إلى غير ذلك من الاحتياطات. إذن فطبعا من خلال هذا الفقر هذه تعرفنا على الأخطار التي يسببها التيار الكهربائي وكيفية الوقاية من هذه الأخطار. إذن الآن غادي نمروا طبيعة الحال لواحد تمرين تطبيقي. هنا قبل التمرين التطبيقي عندنا صور لسلوكات غير مقبولة. تلاحظوا مثلا هنا طفل تيلعب في المأخذ ديال التيار، وهذا غادي يشكل خطورة عليه لأن يمكن يتصاب ما يسمى بالصعق الكهربائي. ثم تلاحظوا في الصورة الأخرى هنا تم ربط عدة أجهزة بمأخذ واحد، ما يؤدي إلى طبعا شوب حريق. احتياط الآخر هو أن المنزل خصها توفر على المربط الأرضي، لأن ربط خاصة الأجهزة ذات هياكل فلزية بالمربط الأرضي هذا تجنبنا ما يسمى بالصعق الكهربائي. إذن فطبيعة الحال هناك سلوكات التي يجب ما خصناش نقوم بها لتفادي أخطار التيار الكهربائي. إذن غادي نمشيو الآن غادي ناخذ واحد تمرين تطبيقي. إذن التمرين التطبيقي، انطلاقا من التركيب الممثل جانبه حدد الاقتراحات الصحيحة. إذن يوجد المصباح L1 في دار قصيرة، يوجد المصباح L2 في دار قصيرة، يوجد المولد في دار قصيرة، المصباحان L1 و L2 يضيئان، المصباح L1 يضيء بينما L2 لا يضيء. طبعا قرأوا جيدا هذه الأسئلة وغادي نحاولوا جماعة نجاوبوا على هذه الأسئلة. تلاحظوا هنا عندكم تيبيانا لدارة كهربائية، دارة قصيرة طبعا هنا، فتم ربط مربطي المصباح L2 بسلك موصل. إذن عندنا المولد فهو منبع للتيار الكهربائي المستمر، وتتعرفوا بأن التيار الكهربائي المستمر يمر خارج المولد في الدارة الكهربائية من القطب الموجب ويتجه عبر الأسلاك نحو القطب السالب. إذن فغادي نحاولوا طبعا من خلال الدرس نجاوبوا على هذه الأسئلة. فتتعرفوا بأن الدارة القصيرة، أولا نوضح هذه المسألة هذه. إذن فالتيار الكهربائي بالنسبة للمنحدر التيار الكهربائي عندما يصل إلى هذه العقدة فالتيار الكهربائي يمر كله في السلك الموصل. لماذا؟ لأن السلك الموصل طبعا المقاومة دياله تساوي صفر، ليس له مقاومة للتيار الكهربائي. وبالتالي من خلال هذه التبيانة، إذن في هذه الحالة طبعا من خلال الدرس فالمصباح L2 لا يضيء بينما المصباح L1 يضيء، يعني تزداد الإضاءة دياله، تزداد إضاءته. إذن فطبعا غادي نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة. انطلاقا من تركيب الممثل جانبه حدد الاقتراحات الصحيحة. يوجد المصباح L1 في دارة قصيرة، هل المصباح L1 يوجد في دارة قصيرة؟ طبعا هنا خطأ، فالمصباح L1 لم يتم تقصيره، ما ربطناش بسلك موصل، وبالتالي هنا المصباح L1 فهو مضيء. يوجد المصباح L2 في دارة قصيرة، بطبيعة الحال هنا صحيح لأن المصباح L2 تم ربطه بسلك موصل. يوجد المولد في دارة قصيرة، هذا خطأ، طبعا المولد ليس في دارة قصيرة. المصباحان L1 و L2 يضيئان، هذا خطأ طبعا، لتضيء
هو المصباح الواحد، بينما المصباح الاثنان فهو يعني غير مضيء. المصباح الواحد يضيء بينما المصباح الاثنان لا يضيء، هذا صحيح طبعا. إذن فنشوفوا التصحيح ديال هذا التمرين هذا. إذن يوجد المصباح الواحد في دارة قصيرة، يوجد المصباح الاثنان في دارة قصيرة، إذن صحيح. يوجد المولد في دارة قصيرة، هذا خطأ. المصباحان الواحد والاثنان يضيئان، خطأ. المصباح الواحد يضيء بينما الاثنان لا يضيء. إذن من خلال هذا طبعا التمرين التطبيقي، إذن غادي نحاولوا دير واحد تلخيص لهذا الدرس هذا طبعا. فشنا اولا كيف التعرف على الاعطاب الكهربائيه اللي تتسيب الضاره الكهربائيه، ومن بين هذه الاعطاب اللي تتسيب الضاره الكهربائيه ما يسمى بالضاره القصيره. شنا كيف يتم تقصير الضاره الكهربائيه، شنا هي الخطوره ديال الضاره القصيره، وكيفاش تنحميو الضاره القصيره. من بعد تعرفنا على الاخطار ديال التيار الكهربائي اللي هي تقريبا هناك إتلاف الأجهزة الكهربائية، الصعق الكهربائي، ثم إذن الصعق الكهربائي، إتلاف الأجهزة الكهربائية، إذن قلنا إتلاف الأجهزة، الصعق الكهربائي، ثم الحرائق. وللوقاية من أخطار التيار الكهربائي طبعا هناك مجموعة من الاحتياطات اللي ذكرناها، مثلا عدم لمس الكهاري، ثم عدم ربط الأجهزة بمأخذ التيار واحد، عاد ربط الأجهزة ذات هياكل فلزية بما يسمى بالمربط الأرضي، إلى غير ذلك من الاحتياطات، وهي كثيرة وكثيرة جدا. إذن هكذا أعزائي عزيزاتي تنختم هذا الدرس، شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.